اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. فيديو النهاردة هنشتغل مع بعض كوستر، استخدم فيه خيط الكليم. انا عندي خيط كليم متوسط، مش تخين ومش رفيع، وهستخدم مع الخيط ده ابرة مقاس 8. ممكن تشتغلي الكوستر ده بخيط المكرمية، او ممكن تشتغليه بخيط الايطان اللي هو خيط السلسلة. فانا هشتغل بخيط المكرمية، بخيط الكليم. هحتاج ابرة مقاس 8 مع خيط الكليم، وهجيب ماركر، وهجيب خيط صوف، ده اللي هزين بيه الاطراف. وهستخدم مع خيط الصوف ده، هي فتلته رفيعة، هستخدم معاه ابرة مقاس 3. اي خيط صوف متوفر عندنا، مش شرط نوع. هنبتدي وهنشتغل مع بعض. الاول الدايرة السحرية، بعد كده هرتفع السلسلة تثبيت للدايرة، وهشتغل جوه الدايرة. هنا 12 غرزة حشو، 1 2 3 4 5. هكمل 12 غرزة حشو بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. وفضلت شغالة لحد ما وصلت ل 12 غرزة حشو. نعدهم مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. انا عندي هنا في الغرزة فيها فتلتين، فتلة امامية والفتلة الخلفية. انا شغلي كله هيكون في الفتلة الخلفية اللي هي الورا. الدور ده هنمشي تزايد، هشتغل في كل غرزة غرزتين حشو، بس هشتغل في الفتلة الخلفية. فهدخل في الفتلة الخلفية واشتغل فيها 2 حشو. هعلم اول غرزة، انا ما بقفلش الراوند، لما بخلص الراوند بشتغل الراوند اللي بعديه على طول، مش بقفل بمنزلقة كده. انا اشتغلت غرزة حشو، في نفس المكان هدخل واشتغل غرزة حشو. هروح للغرزة اللي بعديها في الفتلة الخلفية وهشتغل فيها 2 حشو. الغرزة الفتلة الامامية اللي احنا بنسيبها هتدي الشكل ده في الكوستر من قدام. هروح للغرزة اللي بعديها برضو في الفتلة الخلفية وهشتغل فيها 2 حشو. في الغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها 2 حشو في الفتلة الخلفية. يبقى انا هشتغل بسيب الفتلة الامامية، بدخل في الفتلة الخلفية اللي هي اللي ورا دي، وبشتغل فيها 2 حشو. هكمل بنفس الطريقة، ان انا هشتغل في كل غرزة 2 غرزة حشو، وهشتغل في الفتلة الخلفية وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، ودي بداية الغرزة اللي انا حاطة فيها الماركر. دي بداية الدور، في نهاية الراوند ده هيكون معي 24 غرزة حشو. هنعدهم مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23. والغرزة اللي فيها الماركر اللي هي بداية الدور ال 24. لما احنا بنشتغل في الفتلة الخلفية بنسيب الفتلة الامامية، اهي بتدي الشكل ده من قدام، بتبقى شكلها جميل وجديدة. هنبتدي الراوند التالت وهشيل الماركر. هنشتغل برضو في الفتلة الخلفية اللي هي ورا، نسيب الفتلة الامامية، بشتغل في الفتلة الخلفية. هشتغل في اول غرزة، هشتغل فيها غرزة حشو واحدة في الفتلة الخلفية، وهحط الماركر. الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها تزايد في الفتلة الخلفية برضو، هشتغل فيها 2 حشو. يبقى الدور ده هنمشي غرزة هشتغل فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة حشو. غرزة هشتغل فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها 2 غرزة حشو في الفتلة الخلفية. الشكل ده كده
شايفين الغرزة الفتلة الأمامية لما بنسيبها اديتنا هنا شكل اهي. هشتغل الراوند ده غرزة، هشتغل فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة التانية هشتغل فيها تزايد وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الراوند التالت، اشتغلت غرزة فيها عملت فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة التانية عملت فيها تزايد. في نهاية الدور ده هيكون معايا 36 غرزة حشو، نعدهم مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 والغرزة اللي فيها الماركر الغرزة 36. الراوند الرابع هنشتغله عادي، هنشتغل فوق كل غرزة حشو هنشتغل فيها غرزة حشو واحدة دور ثابت. يبقى هنروح هنا في الفتلة الخلفية وهندخل وهنشتغل غرزة حشو واحط الماركر، واللي بعديها برضو هشتغل في الفتلة الخلفية غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها. يبقى الدور ده همشي بنفس الطريقة ان انا بشتغل فوق كل غرزة حشو، بشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة، لما انهي الراوند الرابع برضه هيكون معايا 36 غرزة حشو. الراوند الخامس ان انا هشتغل 2 حشو، والتالتة هشتغل فيها تزايد. يعني هبدأ انا في الراوند التالت كنت بشتغل غرزة حشو والتانية بشتغل فيها تزايد، بعد كده اشتغلت سطر ثابت. لو انا حابة اكبر عن كده هشتغل 2 حشو وواحدة تزايد، 2 غرزتين كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة التالتة فيها تزايد، بعد كده بعمل سطر ثابت. وبعد كده لو حابة اكبر برضو الحجم الكوستر عن كده بشتغل 3 حشو، والرابعة بشتغل فيها تزايد وبشتغل سطر ثابت. يعني انا بعمل سطر ثابت وسطر تزايد زي تزايد الدايرة الطبيعي، بس انا بشتغل هنا في الفتلة الخلفية عشان الفتلة الامامية تديني الشكل ده كده. فانا هكمل السطر ده وهشتغل سطر تزايد كمان، واشتغل سطر ثابت وسطر تزايد وسطر ثابت، وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة، ده اول راوند اللي هو عملت فيه 12 غرزة حشو، وبعد كده عملت تزايد 24 غرزة حشو، بعد كده اشتغلت واحدة حشو وواحدة تزايد، واحدة حشو وواحدة تزايد، بعد كده اشتغلت سطر ثابت، بعد كده الراوند اللي بعديه اشتغلت 2 حشو وواحدة تزايد، والراوند اللي بعديه اشتغلت غرز ثابتة فوق كل غرزة حشو وعملت غرزة حشو، الراوند اللي بعد كده اشتغلت 3 حشو، والرابعة الغرزة الرابعة اشتغلت فيها تزايد، وبعد كده اشتغلت راوند ثابت. وانا هكتفي بحجم الكوستر كده وقصيت الخيط. بعد كده هرتفع بالخيط كده وهشيل الماركر، هجيب ابرة مقاس اصغر هدخل فيها من الوش كده وهسحب الخيط اللي انا قصيته. وهعدي بيه كده هدخل في الفتلة الأمامية بتاعت الغرزة، اداني الشكل الطبيعي بتاع الغرزة اهو عشان الغرز كلها تبقى شبه بعض. بعد كده بقى هسحبه من الشغل من ورا، هدخله بإبرة التنظيف وهدخل الخيطة دي وارجع لكم تاني اقولكم هنعمل القرار ازاي. اشتغلت ودخلت الخيط في الشغل من ورا. دلوقتي هجيب الخيط الصوف وهجيب الابرة معي مقاس 3 لانه خيط مش تخين ومش رفيع، فهشتغل عقدة البداية، هروح في اي غرزة بس هدخل بقى المرة دي تحت الفتلتين وهسحب الخيط، بعد كده هشتغل سلسلة نفس المكان اللي انا اشتغلت منه السلسلة هشتغل فيه 2 حشو،
والغرزة اللي بعديها برضو هروح فيها واشتغل فيها 2 حشو. هروح في الغرزة اللي بعديها وهشتغل فيها غرزة حشو. انا واخدة الخيط الزيادة معايا تحت الشغل اهو. بعد كده هشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة. هنا عندي فتلتين اللي هما ناتجين عن ارتفاع غرزة الحشو والسلاسل، هدخل في الفتلتين دولي وهشتغل فيهم غرزة عمود بلفة مش كاملة. هلف الخيط واطلع من حلقتين كده أول مرة. تاني هلف الخيط وهدخل في نفس المكان واسحب الخيط وهلفه واطلع من حلقتين كده تاني غرزة عمود بلفة مش كاملة. هعمل كمان 3 مرات، هلف الخيط وبدخل في نفس المكان وبسحب الخيط وبلف وبطلع من حلقتين كده، دي 3 مرة. هدخل في نفس المكان واسحب الخيط والف واطلع من حلقتين كده، دي رابع غرزة عمود بلفة. اخر واحدة كده، اتكونوا معايا اهو 6 حلقات على الابرة. هلف الخيط واطلع من ال6 حلقات مع بعض. بعد كده اشتغل غرزة سلسلة، بعد كده هرتفع كمان 4 سلسلة، 1 2 3 4. هكرر اللي انا عملته، هنزل في الغرزة دي هنا برضو في الفتلتين دولي اللي هي الفتلة اللي جوه هنا دي، وهكرر اللي انا عملته، هشتغل فيها برضو 5 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف وبطلع من حلقتين كده أول مرة. هلف الخيط تاني على الإبرة وهدخل في الفتلة دي واسحب الخيط والف واطلع من حلقتين كده، دي تاني مرة كده 3 كده 4 كده 5. معايا اهو 6 فتلات، هلف واطلع منهم كلهم. بعد كده اهي هضمهم الاتنين على بعض بالشكل ده كده، وهدخل في الفتلة اللي انا دخلت فيها دي واشتغل منزلقة، وفي نفس المكان هدخل واشتغل فيها غرزة حشو. يكون معايا بالشكل ده كده. يبقى نكرر مع بعض تاني. انا هنا اشتغلت قبليها في غرزتين، عملت في كل غرزة 2 حشو. هكرر بعديها، هروح في اللي بعديها واشتغل فيها 2 حشو، واللي بعديها برضو هشتغل فيها 2 حشو. هدي شكل جميل قوي للكنار بتاع الكوستر. هكرر اللي انا اشتغلته هنا، هروح في الغرزة اللي بعديها وهشتغل غرزة حشو. بعد كده هشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة وبدخل في الفتلتين دولي اللي هما هنا دول، يدخلها بيبقى صعب بس في البداية. وبسحب الخيط وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من حلقتين. يبقى هعيدها معاكو تاني. انا ارتفعت اهو 4 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وهدخل في الفتلتين دولي واسحب الخيط وبلف وبطلع من حلقتين. بعمل كمان 4 مرات
أرزة عمود بلفة مش كاملة كده. تاني مرة كده. تلاتة كده. أربعة كده. خمسة. بيتكون معايا 6 حلقات على الإبرة. بلف الخيط وبطلع من ال6 حلقات مع بعض. بعد كده بشتغل سلسلة تثبيت لغرزة الفشارة. بعد كده برتفع 4 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبنزل هنا عند الفتلة دي. بشتغل فيها برضو 5 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده. أول مرة كده. 2 كده. 3 كده. 4 كده. 5. كون معايا 6 حلقات. بلف وبطلع منهم. بعد كده بضم الاتنين دول على بعض كده. بدخل في نفس المكان اللي انا ابتديت منه الغرز العمود بلفة اللي هما الفتلتين اللي تحت واشتغل منزلقة. بشتغل غرزة حشو في نفس السلسلة في نفس الغرزة. بكرر اللي انا عملته هنا. بشتغل غرزتين في غرزتين. بعمل في كل غرزة 2 حشو. بس بعد كده بشتغل غرزة الفشارة دي. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للاخر وارجع لكم تاني اوريكم شكلها النهائي هيكون عامل ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور. فاضل معايا هنا غرزة هشتغل فيها 2 حشو. وهروح عند اول غرزة حشو اشتغلتها واشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل غرزة سلسلة وهقص الخيط. هيكون معايا الكوستر بالشكل ده كده. شكله جميل ومختلف. هتزيني بيه مطبخك وسفرتك في رمضان. طريقته بسيطة وسهلة للمبتدئين. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.